الله حيهم، مساكم الله بالخير جميعا. طبعا جلستنا والسمرة ذا الليل في شاليه أجمل ويكند صراحة، اللهم صل على سيدنا محمد. شاليه مثل ما شفتوا في المقاطع اللي راحت، زود على هذا الشغل كله، الطباخ موجود. السلام عليكم، كيف حالك الشيخ؟ شلونك؟ إن شاء الله تبارك الرحمن. زود على هذا يا حباني، الطباخ موجود، جيب ذبيحتك وتعال، لا يردك إلا الجوال، اتصال بس. ألو، شاليه هجم الويكند، كل شيء متوفر، الطباخ موجود، الشاليه فاخر. اللهم صل على سيدنا محمد. وش أقول وش أخلي؟ يعني شو رأيك في الشاليه؟ طبعا ألعاب لبيه، الملعب الصابوني، يعني منتجع. وش أقول وش أخلي؟ يا مرحبا يا أبو هيا نواف، سلام عليكم، شلونك؟ ايش رايك في الشاليه استاذ فايز؟ ايش تقول في الشاليه؟ والله متحترم تجلس، ما ادري في جلسه ارضيه، وهنا في جلسه، وهنا في جلسه. ازيدك من الشعر بيت يا ابو محمد. حمودي كيف حالك؟ ما جبت معك سروال السباحه؟ الا جاب احتياطه معي في ذمتك؟ والله ان جبته؟ ناوي تلعب لحالك؟ فلاح نواف مساك الله بالخير. اقول لك حتى سعرها مناسب بعد، انا انصدمت بعلتي. والله سعرها بعد مناسب، ازيدك بالشعر بيت، ترى في طباخ يا ابو محمد. لا لا، ورب المصر. اي والله هنا الطباخ موجود وبيريحني واقعد انا متك. تعال تك بس، جيب ذبيحتك وتك. لا اي والله، ومرحبا، ترحب بالمطر. الله يحييك يا ابو محمد، سعيد جدا بشوفتك اليوم. لبك ابدك. الله تبارك الرحمن. طبعا الشغل هذا اللي قاعدين تشوفونه، هذه من اسر منتجة بقرية الباط. شوف اسمها تمرة الباط. أنا ما أدري ليه مستانس، أنا مستانس يمكن أكثر من الأسرة المنتجة ذولا. إن شاء الله تبارك الرحمن. حتى رد العيال منها، أقول لحد ياكل لين أصورها وأوريها العرب. طبعا اللي وده يطلب ولا شيء، ترى الأسرة المنتجة هذه في الباطن، يستاهلون والله الدعم. لبيها يا تمرة الباطن. طيب طيب. دكتور يودع الشباب. اغلب الشباب يقول يا دكتور انا لازم اقابلك. دكتور فهد، الله يبيض وجهك، استمتعنا جدا بالحديث معك من الساعه 8 الى الساعه 2، ما ملينا منك. تحت امركم، وبالعكس الله يكرمكم ويرحم والديكم. والله انكم من الناس الغاليين اللي تشرفنا بوجوده في حياتنا. اي والله يعلم الله انك شرف، الله يطول عمرك، واني احبك في الله. بعد حي محمد، جعل ربي يسعد. سعيد جدا بتواجدك معنا. الله يسعد الوجه. احباني الدكتور فهد، تقريبا قبل 8 شهور كنت اتواصل انا وياه، كان في الجزائر، كنت اكلمه اتصل اقول تكفى يا دكتور انا بك تفتح حساب. قال لي بهاجر انا اعرف له يا اخي، انت يعني انا اعرفك من قريب وجلست معك، رجل عندك علم يا اخي، انفع الناس يا اخي، يمكن في ناس ما تقدر تواجههم، نفحهم يا ولد حتى لو برسالة. فأبشركم، أقنعناه وفتح السناب. دكتور أنا أمون عليك. الله يطول عمرك. جعل ربي يطول عمرك. سعيد جدا بتواجدي معك، شرف، استفدت منك الكثير. والله شرف، أنت لك فضل علي أنا مستحيل أنساه. الله يطول عمرك، أنت راعي الأول يا بهاج، وأنت رجل غالي ومن أهل غاليين، وأنت عندي ترى مثل أخو أغنى من الأخوة. جعلني نبكيك يا دكتور. أنا تحت أمركم في اللي تحتاجون. هذا أهم شيء. والله تحت أمركم. لأن لي إخوان وأحبه، ودي يا دكتور اللي يبي منبعه لا تقصر. من عيوني أنا وزوجتي الدكتورة فاطمة، اللي تحتاجون تحت أمركم. ما شاء الله. تحت أمرك. أم أحمد أيضا دكتورة. نعم، اللي تحتاجون تحت أمركم. اللي ابو سعد، انا اشوف قبيل جلست مع الدكتور وصار بينكم انسجام جدا جدا يا ابو، واشوفك تاثرت يا ابو سعد. الرجال ذا ينحب،
يويد في القلب يلامس الشعور. اظهر خفايا كل ابوها بدل اقول جابه. يويد في القلب؟ كب عفشي كله. والله ما بعد قلت الحرب. نشدني على الاسم بس. قد جلست معه سابقا؟ ولا عارف ولا اعرف الا بسام. هل انهثر فيك؟ وخلا معلوماتي بالاسم. هو مدري الرجال. يعني. وشاحر وطيب مدري. لكن الله يكثر الرجيلي مثله ولا الطباء. اي والله. هذا علومنا كل ابوها في شوي. واقف في قلبه بن جدنا. لا مش شعور. هيزينها. اللهم امين.